السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر مونتك. مش قادر اوصف لكم دلوقتي مدى سعادتي وانا واقف. بصوا يا جدعان، الناس اللي متابعاني في البدايات ان انا ما بحبش اساسا اقعد، يعني انا اساسا بحب اقف، ولكن حاليا كنت ببص على الشاشه كتير لان في حوار. فحاليا انا مبسوط جدا لاني مش فكره بقى ان انا جبت كاميرا جديده وبتاع، مش فكره ان الكاميرا الجديده دي هتعمل لي كل اللي انا عايزه بكل سهوله، الحمد لله يعني، والحمد لله انا قدرت اجيبها، ومش فكره اي حاجه. الفكره ان انا بتطور، الفكره بس لوحدها انك بتطور نفسك يوم عن يوم، دي حاجه رهيبه فعلا، دي حاجه مش طبيعيه، احساس مش طبيعي. طبعا بدون اي مقدمات، الف مبروك يا درش على الكانون. اعمل لي فوكس بقى عشان انا جايبك عشان الفوكس اصلا. فكك من وشي، اعمل لي فوكس هنا هنا فوكس. هنزعل عايش. الف مبروك يا درش على الكانون 200 دي. طبعا انا فاكر ببص على الشاشه لان بحب اشوف المربع اللي على وشي بتاع الفيس تراكنج، شغل اطفال شويه، لكن الفكره ان المربع ده ما كانش موجود في 600 دي وما كانش موجود في اي حاجه، فالمربع ده بسطني جدا. حاجه ثانيه، انا بصور ب 1855، صوت العدسه مزعج جدا، فعشان كده بسجل بالاكسترنال مايك في الموبايل كالعاده. بصوا يعني بصوا الفوكس، بصوا الفوكس، بصوا وايو وايو عارف. لا انا مبسوط، انا مبسوط جدا، مبسوط جدا جدا جدا، مش عشان بس جبت الكاميرا، عشان انا بتطور. وبصراحه يعني مبسوط لاهلي ان هم بيساعدوني على التطور. بكره هنبدا تاني شغل، لو هنرجع تاني للموضوع الطبيعي. طبعا مش جاي اكلمك عن اعدادات الكاميرا، ومش جاي اقول لك ان انا فشيخ وجبت كاميرا جديده وبفلوس اليوتيوب وكده. تمام، هي انا بعت الكاميرا القديمه وزودت عليها فلوس وجبت الكاميرا الجديده، يعني ما هياش صعبه يعني. ولكن الفكره كلها ان انا بس جاي النهارده عشان اقول لك ان انا جبت كاميرا جديده، وعشان اقول لك طور من نفسك، عشان اقول لك كمل وطور من نفسك طول ما انت ماشي. انا قلت قبل كده الكلام ده وانا بجيب الكاميرا ال 600 دي، وقلت قبل كده ده وانا بجيب الموبايل ده، ولكن النهارده بقول لك انت النهارده انا معايا 200 دي، تعمل فوكس احترافي، فوكس اللي في 80 دي وفي ال 5 دي مارك 4، تعمل فوكس محترم. وعلى فكره ما رضيتش انزل اي فيديوهات في مو تي في لحد بس ما اجيب الكاميرا دي، عشان في ناس انا احب ارد عليهم كويس قوي، وهعرف ازاي اعرفهم ايتهم يعني. بس اما نروح هناك. بس حاجه ثانيه، انا لحد دلوقتي مظبطتش اي حاجه، مظبطتش اضاءه، مظبطتش اي حاجه، يعني انتوا شايفين بصوا المكان لسه مفيش اي حاجه. ثالث حاجه ان الكاميرا بتصور 60 فريم في الثانيه. بصوا ده اقرب حاجه، ده اوسع حاجه، المفروض ان انا حاليا على اوسع حاجه. الكاميرا بتصور 60 فريم في الثانيه، انت متخيل يعني ايه 60 فريم في الثانيه؟ يعني انت كده المفروض انت شايف ايدي سموز خالص. انا بصيت على الشاشه اكتر ما بصيت هنا اساسا. المشكله الوحيده بس ان انا ما بعت الكاميرا، بعت كل حاجه، بعت الكاميرا بالعدستين ال 1855 وال 50 مللي، بعت كل حاجه، وجبت ال 200 دي بال 1855، وان شاء الله باذن الله ربنا هيسهل وهجيب ال 50 مللي تاني، او ان شاء الله ربنا هيسهل واجيب ال 1750 زي اللي انا كنت بحلم بيها في وقت ما. وقت ما برده كانت ال 200 دي برده من الحاجات اللي انا كنت عايزها وكنت بحلم بيها برده فتره. ف انا مبسوط يعني، مش قادر اقول اكتر من كده، ومبسوط ان انا مش حامل هم موضوع الفوكس، ان انا انزل واطلع وفي فوكس برضو، الفوكس على وشي مش راضي يخلع. بس يعني انا مش حابب اتكلم اكتر من كده. الفيديو ده بس عشان اقول لك الف مبروك ده، عشان انا جبت كاميرا جديده ليا، انسى اجيب مروحه وبس يعني. مبروك ليا، وبس عايزك انت كمان تتطور، بس مش اكتر من كده. انا بس عايزك تمشي طول ما انت ماشي، طول ما انت بتتطور كل يوم يكون في زياده عندك، مش تتطور في المعدات بس. ناس كتير بتصور موبايل وعندهم مشتركين 50 ضعف اللي انا بصور بيه، او 50 ضعف المشتركين بتوعي. ف خليك حلو مع نفسك عشان تقدر تطلع شغل حلو. تمام، ما تمسكش الفلوس كده تقول معايا فلوس مش عارف ايه هعينها بقى. لا بس يعني لو جيت تساله عني في شخصيتي، يعني انا يعني انا معايا كام؟ مش هينفع يطلعوا دول ده. طب بصوا، 3 جنيه دول باقيين من اخر اكل انا طلبته،
دول الباقيين من اخر اكل اللي كنت طالبه. حاجه تانية برضو مفرحاني جدا ان الكاميرا ما عدتش بتقف اللي هو البتاع اللي كان بيوقفها، لان هما في الكينج ديجيتال بالمره، عشان الناس دي محترمه جدا، كينج ديجيتال هو اللي اداني الكاميرا دي، هو اللي باعها لي، كانت اصلا محجوزه وحوارات كده، و الحمد لله ان هو اداها لي، لان فعلا الموضوع كان هيبقى صعب قوي لو انا كنت رحت القاهره وبت يوم ورحت لهم اليوم الثاني وفي الاخر ما يدريش الكاميرا كام دقيقه تمام، وفي الاخر ما يدريش الكاميرا، فده هيبقى حوار يعني رخم قوي. فالحمد لله ان هو اداها لي، وطبعا مش هنفضل هنا مكاننا كتير، بس يعني هنرجع تاني. المهم يعني في حوار القاهره ده كان متعب، وكان متعب جدا، ولكن يعني انتهى على خير، وانتهى مع الكانون 200 دي الحمد لله، وان شاء الله مفروض يعني مفروض هتشوف شغل احترافي اكتر في الفتره الجايه، هتلاقي فيديوهات اكتر، لان اكتر حاجه ممله بالنسبه لي كان الفوكس بتاع 600 دي، لازم اجيب والدتي تقعد تظبط لي الفوكس وتصورني صوره ونشوف الصوره فوكس ولا لا وحوارات كده. فيعني جحيم زي ما احمد ابو زيد قال لك الفوكس ده حاجه جحيم. فالحمد لله ان احنا جبنا حاجه تساعدنا في الفوكس، جبنا حاجه سريعه، حاجه الفوكس بتاعها دول بيكس الفوكس اوتو فوكس اللي هو المفروض اعلى فوكس في ال 5 دي مارك 4 وال 6 دي مارك 2 وال 80 دي وال 77 دي اظن حاجه كده. فيعني ده احسن فوكس في العالم، الكاميرا دي فيها احسن معالج في العالم، الكينج ديجيتال بصراحه دول من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم في حياتي. انا اتعاملت مع كريم واتعاملت مع شمس ستورز، ولكن الكينج ديجيتال برده يحترم جدا وبرده ما يقلش عنهم في اي حاجه، وعند كل حاجه على فكره يا جدعان، ده مش اعلان طبعا، ده يعني عشان بس الناس محترمين معايا بس مش اكتر. فعنده كل حاجه، عنده العدسات كلها واسعاره كويسه جدا. يعني هو اداني الكاميرا دي ب 10500، كانت نازله اوف كريم وشمس ب 10250 نفس العرض بالظبط، ولكن الفكره ان هم خلصوا بسرعه جدا عند شمس ستورز، مش عارف كانت كام نسخه من الكاميرا دي وخلصت في يومين او 3 ايام، ما لحقتش انا اجيبها. فاما كلمته قال لي ان الكاميرا خلصت، فروحت للكينج ديجيتال سالته قال لي متوفره، ورحت لقيت واحده بس والحمد لله يعني لحقتها، والحمد لله ان هو رضي اداها لي، انها اصلا كانت محجوزه. فانا اسف لفؤاد اللي كان حاجز الكاميرا وانا اللي خدتها فؤاد، فما تغلاش عليا، انا عارف انت راجل محترم. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، ولو انت يعني قول لي تحت مبروك عشان انا بحب الناس تبارك لي. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو تاني، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة عمر تشوفني. لو انت عمر تشوفني وحابب اعمل الفيديوهات بالفكرة بقى، لو انت حابيني اعمل فيديوهات عن البيتين دي حاجات اكتر من كده، قولولي انا اعمل لكم فيديوهات حلوة قوي عن البيتين دي، واقدر يعني اقدر افيدكم اكتر عن البيتين دي على حسب ما انا افهمك، حابب تعرف اكتر عنها يعني، فقول لي في الكومنتات تحت واعمل لي لايك للفيديو. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. فوكس في بيتك، اعملي فوكس هنا.